بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان الى ظهر الدور كلها امين. اتكلمنا في اللاهوت المقارن مقدمه عامه، بعد كده خدنا فروق بيننا وبين البروتستانت بصفه خاصه، اتكلمنا عن المعموديه واتكلمنا عن التقليد. النهاردة بنعمة الله هنتكلم عن فرق برضو مهم، إكرام السيدة العذراء وعن دوام بتوليتها، الفرق بيننا وبين البروتستانت في هذا الأمر. طبعا بالنسبة لنا العذراء طبعا مكانتها معروفة للكل، تقديسة عظيمة ترتبها فوق كل القديسين أو كل القديسين، تفوق الجميع القديسين في الكرامة والدلة والشفاعة. فعشان كده شفاعتها قوية. أما بالنسبة للبروتستانت فهم ما بيتشفعوش بيها ولا يكرمونها كما يليق. ربما يرجع هذا الأمر لأن الفكر البروتستانتي جه مناقض تماما للفكر الكاثوليكي، فكان في مبالغة عند الكاثوليك في إكرام العذراء، فجه البروتستانت على النقيض تماما. احنا نكرم العذراء جدا طبعا ولها مكانة كبيرة، ولكن تكرمنا ليها بصورة تليق بها كقديسة عظيمة وكوالدة الإله، إلا أنها كواحدة من بين البشر صحيح تفوق الجميع في القداسة والطهارة والنقاء، إلا أنها كانت تحمل أيضاً الحكم اللي كل البشر حملوه، الحكم بالموت، الخطية الأصلية، وكانت محتاجة للخلاص. هي نفسها قالت تبتهج روحي بالله مخلصي، وأنها ولدت ولادة زي كل البشر. كاثوليك بيغالوا شوية، يقول انه حبل بها بلا دنس برضه. فعشان كده جاي البروتستانت على النقيض، حتى الكرامة العادية اللي هي كوالدة الإله ما يدوهالهاش، وبيعتبروها ان دي اختنا، واحدة زيها زينا تماما، يعني ما تزيدش عننا حاجة. طب هي سيد المسيح اتولد منها، يعني يقولوا زي البيضة كده، اللي يهمنا في البيضة الكتكوت، طلع منها الكتكوت خلاص، القشرة بقى ملهاش قيمة بعد كده، يعني بعد خروج الكتكوت منها. ويقولوا انها بعد ميلاد ربنا يسوع المسيح عاشت عيشة طبيعية مع القديس يوسف النجار، وخلفت اولاد وبنات. وينكروا علينا ان لقبها
بعض الألقاب التي تليق بها حتى في الترجمة اللي ترجموها للكتاب المقدس، بدل ما يترجموا تحية الملاك والسلام الملاك ليها، أما قال لها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، ترجموها بالمنعم عليها. وما يحبوش يقول والدة الإله، يقول أم يسوع، أم يسوع كده، حتى وده فيه حتى عدح محترام لربنا يسوع المسيح له المجد، يسوع كده حاف أم يسوع. احنا عادة لما بنقول ننطق اسم ربنا يسوع المسيح نقول ربنا يسوع المسيح، حتى لو ما يجي هنا يقرا الكتاب المقدس فصل الإنجيل المبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي. في التسبيح يا ربي يسوع المسيح مخلص الصلاة في السبت مثلا، فدي كلها حاجات يعني هما ما يحبوهاش وما ينفذوهاش. ورغم ان هما يقولوا او يدعوا ان اهم حاجة عندنا الكتاب المقدس، طب ما الكتاب المقدس قال ده، هي قالت في الكتاب المقدس هوذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني. الملاك نفسه غبريال ده رئيس ملايك من طغمة الرؤساء، مش ملاك عادي. لما جه خطبها، خطبها بتكريم واحترام وتوقير، السلام لك أيتها الممتلئة الأنام، مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. وده الإليصابات اللي هي كانت كبيرة في السن وكان جوزها كاهن، تقول لها دي تيجي من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ لكن لما حد ذو مكانة عظيمة يعني يتعامل مع حد أقل منه بشوية ويجي يعني يقوم بواجب وحاجة، التاني يقول له ودي تيجي، ودي تيجي ما تجيش، يعني ما يصحش، يعني من أين لي هذا؟ إيه الكرامة اللي أنا فيها ده؟ هي أن تأتي أم ربي إلي. الكلام ده كله ورد فين؟ في الكتاب المقدس. يعني إذا كان حتى يقولوا احنا حجتنا الكتاب المقدس، طب ده هو الكتاب المقدس علمه لنا، ده اللي بنتعلمه من الملائكة ومن القديسين ازاي بتعاملوا معاها، حتى نبوات الكتاب من قبل العذراء ما تتولد وقبل ما تيجي خالص، مجرد النبوات اللي عليها فيها تكريم. النبوة بتذكرها بتكريم وإجلال، ما المزمور اللي بيتنام عنها يقول قامت الملكة عن يمينك أيها الملك، ملكة هي أم الملك تبقى إيه؟ ملكة، ده تكريمها تكريم للمسيح له المجد نفسه، والكل مجد ابنة الملك من داخل. دي كلها كانت نبوات عن العذراء. وفي سفر الأمثال
نساء كثيرات منا كرامات ولم تنل مثلك واحدة منهن. الكتاب اللي بيقول كده ان الكل كان بيشتهي ان السيد المسيح يجي من نسله، وطبعا عشان يجي من نسله يبقى هيجي من مين؟ مين هي الفتاة اللي هتبقى موجودة وهتبقى بنت مين دي اللي هيتحقق الوعد بيها لما ربنا وعد بالخلاص وقال لحواء نسلك يسحق رأسها. نسلك يسحق ايه؟ رأسها اللي هي رأس الحية. ده غير كده ان هي كأم لي له المجد، فكل ألقابه يعني هي برضو هتتقال تنسب إليها. يعني لما يكون واحد ملك هيقولوا أم الإيه؟ أم الملك. واحد وزير أم الوزير، مش كده؟ كل حاجة كل صفة فيه هتنسب أما تيجي تتقال يقولوا أم فلان. الأم بيصرها أنها تعرف بابنها، خصوصا لما يكون ابنها ذو مكانة فتبقى مبسوطة. فإذا كان ربنا يسوع المسيح له المجد هو النور الحقيقي، يقول أنا هو النور الحقيقي، أنا هو نور العالم. طب لو قلنا عليها هي أم النور يبقى صح ولا غلط؟ صح؟ هو قال أنا النور، طب ما هي أم النور. لما الملاك يقولها القدوس المولود منك، يعني هو قدوس، تبقى هي ايه؟ ام القدوس. كده فيه مبالغه، بتاخد حاجه مش بتاعتها. طب هو المخلص اللي هو يخلص شعبه من خطاياه، تبقى هي مين؟ ام المخلص. كل لقب هياخده هي تبقى أمه على طول. أليصابات نفسها قالت لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ وبعدين ده إذا كانت هي أم سيد المسيح نفسه، هتبقى أمانتها دي كبيرة أوي أوي أوي. وهو ربنا يسوع المسيح نفسه اللي قرر كده، كان على الصليب وبص، كان قيم عليهم بص لقى أمه موجودة، هي ومين تاني؟ عشان الحاجات دي هنرجع لها كمان شوية صغيرة. مين كان عند الصليب؟ يوحنا الحبيب. ومين تاني؟ ومريم المجدلية. ومين تاني؟ هو القديس يوحنا قال كان وقفت مريم أمه ومريم أخت أمه. أخت إيه؟ أمه، امرأة قلوبة، يعني أختها كانت واقفة معاه. فراح قال ليوحنا شوفوا واحد في عز آلامه
وهي عارف إن هي ملهاش حد، ملهاش حد غيره، لكن تكريمه واهتمامه بيها ما سابهاش كده، إن هي كانت بتتنقل معاه في كل مكان، ملهاش حد تاني خالص خالص. اليتيمة الصغيرة، حتى يوسف النجار اتنيح بدري لأنه كان كبير أوي في السن، أدى المهمة اللي ربنا يعني حددها ليه ورحل وملهاش غيره. فربنا يسوع المسيح بص ليوحنا التلميذ الحبيب الوفي المخلص اللي في وقت الشدة مخافش، مهموش حاجة، المهم يبقى معاه وقت الشدة والآلام. فكافئه بهدية كبيرة، في نفس الوقت ائتمنوا على أغلى حاجة عنده اللي هي أمه، إنه تلميذ أمين مخلص. فقال له يا يوحنا هوذا أمك؟ وقال الست العذراء يا امرأة هوذا إيه؟ ابنك. فده هي أم السيد المسيح العلماء. قالوا ده قشرة وخلاص، لا ده خلاها أم الرسل. لما بقت أم يوحنا، هو الرسل دول بيبقوا إيه؟ آباء للكنيسة، نقول آباءنا الرسل، هي هم أم الآباء الرسل، دي تبقى أم الكنيسة كلها، أم المسيحيين كلهم، أم البشرية كلها. مرة واحد زمان أخوه رسم قسيس، وكان شاب شقي ساعتها، هو في السماء دلوقتي، ومجموعة من الشباب فرحانين وبيتكلموا، فهو راح قال إيه؟ وهنا دلوقتي بيتعم الناس دي كلها، أنا دلوقتي بقيت عم إيه؟ على أساس كلهم هيقولوا لأخوه يا أبونا، فاعتبر نفسه يبقى عم الناس دي كلها. طبعا هو بيقولها كفكاهة، لكن هنا كان بقى بحقه حقيقي. السيد المسيح قال له هوذا أمك؟ وقال له هوذا ابنك؟ فصارت أم. نيجي بعد كده نقول دي أختنا، هو ده الأدب؟ ده لو واحد في الشارع شاف واحدة كبيرة يقول لها يا أمي بعد إذنك كده، بعد إذنك يا أمي، يعني لو شاف واحدة في الشارع نكون كبيرة يقول لها يا أمي، ما هو مش عارفها، ما يعرفش اسمها، أختنا. فهي ليها طبعا مكانة كبيرة وتاخد ألقاب كتيرة قوي، وأعظم القديسين كلهم، يعني في نبوات كان عنها، وكان في رموز على العذراء، من خلال الحاجات دي خدت ألقاب الكنيسة تلقبها بيها، وكلها مبنية برضو على الحقائق الكتابية الموجودة. هو الله بيسكن فين؟ السماء. طب لما سكن فيها يبقى ممكن نقول هي ايه؟
هي السماء الثانية، عشان كده الكنيسة تلقبها بالسماء الثانية. عشان كده في بعض أيقونات العذراء تلاقوا يبقى في اللون الأزرق دايما موجود، وفي نجوم، في نجوم كده، لأنها إيه؟ هي السماء الثانية. تلقب بقبة موسى، القبة أو خيمة الاجتماع أو الهيكل اللي هو مسكن الله مع الناس. فطالما مسكن لله تبقى ينطبق على العذراء. ممكن نقول يا قبة موسى يا مريم، زي ما بنقول في التزويه يا قبة موسى يا مريم يا شرية هارون، فهي قبة موسى وشرية هارون. ليه؟ لأن حملت جمر النار جواها، زي الشرية تشيل جمر النار اللي بيشير لاتحاد اللاهوت بالناسوت. تلقب بمدينة الله، اللي سكن فيها، وده المزمور قال صهيون الأم تقول أن إنسانا وإنسانا سكن فيها وهو العلي الذي إيه أسسها. وفي المزمور نقول أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله. تلقب بعصا هارون، ليه؟ عشان أفرخت بدون زرع، وهي ولدت ربنا يسوع المسيح بدون زرع بشر. تلقب بالمنارة، حاملة النور. من شوية قلنا هي أم النور، المسيح هو النور، والمنارة تشير للنور. تلقب بتابوت العهد، التابوت ده كان يحمل جواه عصا هارون ولو حي الشريعة كلمة الله المكتوبة، هي حملت جواها كلمة الله المتجسد. قصة المن، هي قصة المن برضه، لأن هو قال أنا هو المن الذي نزل من السماء، وبالتالي تبقى هي قصة الإيه؟ قصة المن. كل دول كانوا في التابوت، يبقى هي التابوت. التابوت بقى كان مصفح بالذهب من بره ومن جوه، وده كان يشير لنقاوة وطهارة العذراء من جوه ومن بره، زي ما يقول كل مجد ابنة الملك من داخل. تلقب بسلم يعقوب، اللي شافه وصل الأرض بالسماء، اللي هي من خلالها بقى فيه جه السيد المسيح من السماء والملائكة طلع نازلة، كانت هي سلم يعقوب. تلقب بالعليقة بتاعت موسى، ودي حاجة مشهورة أوي، من العليقة التي رآها موسى النبي في البرية والنيران تشعل جواها ولم تمسسها بأذية، مثال أم النور طباها، حملت جمر اللاهوتية 9 أشهر في أحشاها وهي عذراء وبكورية. تلقب أيضا بالحمامة الحسنة، اللي جت ببشر السلام والخلاص لنوح. حاجات كتيرة طبعا تلقبها وتكرمها بها الكنيسة لقداستها وفقا لتعليم الكتاب نفسه، شهد بهذه الأمور كلها. عشان كده كنيستنا الأرثوذكسية تكرم العذراء
لا تؤلهها ولكن تكرمها كقديسة عظيمة تفوق كل الخليقة في الكرامة والمجد والبهاء. عشان كده نعيد للعذراء أعياد كثيرة. اتنيحت امتى العذراء؟ محدش يغش. واحد وعشرين طوبة، عشان كده بنحتفل كل يوم 21 بالشهر الابتلاء. طب عيد ميلادها امتى؟ طب يوافق كم في الشهر الافرنجي؟ نشوف مين شاطر. تسعة خمسة صح. البشارة بميلادها سبعة مصر، دخولها الهيكل ثلاثة كياه. أما جت أرض مصر العائلة المقدسة دي من ضمن العائلة 24 بشانس، صعود جسدها 16 مصر، بناء أول كنيسة ليها 21 بقونا. غير في أعياد جدت زي إيه؟ ظهرها في الزيتون إمتى؟ كان في 2 أبريل. وفين تاني؟ كان إمتى؟ واحد كياك، أو ممكن في عشية 2 كياك. ومن أكثر طبعا الشخصيات المحبوبة من الكل، يعني فعلا قلت هوذا جميع الأجيال تطالبني، فعلا تستحق الطوبة. يعترضوا على حاجات كده يعني لا معنى لها، يقولوا أنتوا بتلقبوها بأمور لا يلقب بها إلا المسيح له المجد. بالراحة شوية، انتوا قصدكوا ايه يعني؟ ما زولنا هو بيقول انه هو النور، يبقى هي ام النور، دي غلط. طب بلاش دي، ازاي هو يقول انا هو القرمة الحقيقية وتلقبوها بالقرمة؟ بالقرمة ايوه، في وجه جبل ده ربنا يسوع المسيح نفسه يتقال عنه هو الأسد الخارج من سبط يهوذا، وإبليس نفسه يقول إبليس عدوكم يقول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. فهنا تشبه بأسد وإبليس تشبه بأسد، لكن وجه الشبه واحد. خدت وجه الشبه؟ درست وجه الشبه ولا لا؟ يعني إبليس وجه الشبه الافتراس، لكن لما نقول على السيد المسيح في القوة، فما بيقول أنا هو القرمة الحقيقية وأنتم الأغصان. هو القرمة وإحنا الإيه؟ كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطع، كل ما يأتي بثمر المنقيل يأتي بثمر الأقصر. فشبهنا إن إحنا هو القرمة وإحنا الإيه؟ الأغصان. ودي ليها معنى حلو خالص، بس عشان الوقت مش عايز يعني نقوله، لكن افتكر مره كنا في الدير، كنت شاب صغير، كنت عيل زيكم كده، وبعدين واقفين، ففجاه كان قدس البابا شنودة الله ينيح نفسه جه زياره للدير،
كان في تكعيبة عنب واقفين تحتيها، فسألنا سؤال، قال ليه ربنا يسوع المسيح؟ قال أنا هو الكرمة الحقيقي وأنتم الأغصان. اشمعنى الكرمة؟ الصراحة ما عرفناش ساعتها. قال بصوا الأغصان شكلها إيه في العنب، زي الحطب الناشف، اللي يشوفها يفتكرها يعني حتة حطب، حطب مفهوش حياة، ولكن طول ما هو منتصق بالأصل الكرمة يطلع ثمار غضة مفيش زيها، كلها عصارة، يعني حاجة متناقضة خالص. المهم يعني وجه الشبه هو الكرمة ونحن الأغصان، باتحادنا بيه ممكن يبقى فيه حياة وثمار حلوة. لكن هي بقى بتشبه إيه؟ هي الكرمة وهو العنقود، العنقود اللي إيه؟ اللي في الكرمة ده، هي اللي وجد فيها عنقود الحياة، هي الكرمة التي لم يفلحها أحد. فهنا وجه الشبه مختلف. وبعدين أحيانا بيبقى فيه هو نفسه ربنا بيدي ولاده أحيانا بعض ألقابه بس بمعنى أصغر، يعني ما بيقول أنا هو نور العالم، طب ما بيقول لنا برضو أنتم نور العالم، نقول إزاي إحنا نبقى نور العالم وهو نور العالم؟ هو اللي قال كده، بس في فرق بين نور ونور. هو النور الحقيقي، لكن احنا نور، نورنا مستمد من النور الحقيقي، نور برضه لكن يستمد منه. هو الراعي الصالح، لكن ممكن يقيم رعاه، يقول وأعطيكم رعاه حسب قلبي، يقول ارعوا رعية الله التي بينكم، يقول له بطرس ارعى غنمي، والأسقف لقب بالرعاة. هو الكاهن الأعظم، قدم ذاته ذبيحة، لكن في كهنة وكلاء. هو ابن الله، لكن أعطانا أن نكون أبناء الله برضه. قدس يوحنا الحبيب يقول انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. لكن بنوته هو حاجة وبنوتنا احنا حاجة تاني. هو ابن بالطبيعة بالجوهر، لكن نحن أبناء بالتبني بمحبته. انظروا أية محبة أعطانا كمحبة أن ندع أولاد الله. حتى الكرمة دهية اللي بيتضايقوا منها ربنا يسوع المسيح إدى تشبيهات بيها هو نفسه، وصف شعبه بالكرمة في سفر أشعياء نشيد الكرمة، يقول حيث يقول الرب احكم بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه؟ كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل، ومثل الكرم والكرمين، كرم هو الكنيسة والكرمون هم الرعاة. الكنيسة نفسها تلقب بالكرمة، عشان كده في لحن الأسباسموس الواتس نقتبس من مزمور أيها الرب إله القوات، نقول له ارجع واطلع من السماء انظر وتعهد هذه الكرمة التي غرستها يمينه. مقصود بها ايه؟ الكنيسة. ده حتى كل ام ممكن تلقب بالكرمة، يقول له امرأتك تصير كالكرمة المخصبة التي تظهر في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد محيطين بمائدتك. ففي فرق، لكن هي يعني ايه؟
حاجات مرتبطة بالعقيدة يا أولاد، يعني إن هما برضو كنائس الخلقدونية في منها مازال متأثر بصورة أكبر بالفكر المسطوري، إن يرفض يقول إن العذراء والدة الإله، وفكرة الفصل إنه طبيعتين. وهنا شوفوا أهمية العقيدة الدينية في فهمنا للكتاب المقدس. بعد كده إحنا نؤمن إنه طبيعة واحدة من طبيعتين، وبالتالي كله ينسب لي، إنه يحمل كل الخواص والصفات اللاهوتية والناسوتية في الطبيعة المركبة بتاعته، الطبيعة الواحدة. لكنهم يقولوا طبيعتين، فكل طبيعة لها ما يخصها. وبالتالي العذراء بالنسبة لهم هي ولدة الطبيعة الناسوتية، احنا خدنا ناسوته منها لكن في حالة اتحاد بلاهوته. فكل ما ينسب لي هو الإله المتجسد، تبقى هي والدة الإله المتجسد، إن هي والدته في حالة الاتحاد. وده يوريكوا السر ليه بيفكروا كده في العدل، ودي خطورة العقيدة. العقيدة مش مجرد فكر فلسفي بس بنقول، لا، نبص تلاقي في التطبيق العملي بقى في فهم الكتاب على ضوء العقيدة، على ضوء ما بنفهم الكتاب المقدس كويس وعبادتنا تبقى شكلها ايه. يقولوا ازاي تقولوا على العذراء هي باب الحياة؟ الله، وهو بيقول أنا هو الباب. طب ما هو قال أنا الحياة، وجي منها، يبقى هي الباب اللي جي منه الإيه؟ طب بلاش كده، ده الكتاب نفسه قال كده. حزقيال يقول رأيت بابا في المشرق دخل منه رب المجد وخرج، ده الكتاب اللي قال كده ولقبها بكده. وزي ما بنقول هي أم النور وأم المخلص، هي برضو الباب بهذا المعنى اللي أشار لي حزقيال، هو باب الخلاص، لأنه هو بيقول إنه قد جاء خلاصا للعالم ليخلص ما قد هلك، يبقى هي باب الخلاص. بعدين ده مش هي بس، الكنيسة نفسها لقبت بالباب، أبونا يعقوب أبو الآباء لما شاف السلم الواصل للسماء قال إيه؟ ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا هو باب السماء. يقولوا بس أنتوا بتبلغوا شوية، يعني أنتوا مش مظبوطين، انتوا بتصلوا للعذراء، تقفوا في الأزبية كده وتقولوا يا ويلاه انت الكرمة الحقيقية، وتقولوا يعني ايه نعظمك يا أم النور، وتقولوا يعني ايه إذ ليس لنا ذلك. احنا نصلي لله ولكن نخاطب ونكلم العدل. طب لما هاجي اطلب شفاعتها وتوسل بيها هقول ايه؟ مش لازم اخاطبها واكلمها؟ لا، انت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمه،
إذ ليس لنا إلا والحق المعذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يولد منك، بنتوسل بيها، بنتشفع بيها. فهذا ليس صلاة عبادة. وبعدين ده احنا اللي بيخلينا بنخاطب الطبيعة في التسبيحة: يا أيتها الشمس سبحي، أيتها القمر سبحي، أيتها المياه، ونفضل نخاطب الوحوش وكل الكائنات. بقى نخاطب كل الكائنات، وتيجوا عند الست العذراء، بقت هي المشكلة. نخاطب الملائكة والقديسين وكل الخليقة، والبارك الرب يا ملائكة المقتدرين قوة عند سماع صوته. بنخاطب ونسبح الرب يا جميع الأمم. مش في الصلاة بنقول الكلام ده، يبقى بنصلي للأمم؟ ده احنا بنخاطب نفسنا، يبقى أنا بصلي لنفسي. والبارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع حسناته. طوب يا نفسي ما دمت في الأرض قائمة أو ساكنة. في تأويل متعمد لحاجة مش موجودة بمعنى آخر خالص. نقطة تاني نختلف فيها معاهم هي دوام بتولية العذراء، إن هم يقولوا إن السيدة العذراء بعد ما ولدت ربنا يسوع المسيح عاشت حياتها الطبيعية مع القديس يوسف النجار في تبات ونبات، وخلفوا صبيان وبنات. لكن طبعا الكلام ده ما حصلش، والموضوع ده أثير من القديم. الأفكار المنحرفة دي اللي هي من الشيطان اتواجدت في كل كيل، فاتواجدت في القرون الأولى، وفي ردود كتيرة عليها، سواء في القرن الثاني أو الثالث أو الرابع والخامس، وكل ده كان ليها ردود عليها. طب بيقولوا كده بناء على ايه؟ يجوا بقى يفهموا بعض الايات غلط. يعني شوفوا، هيقولوا خلينا نمشي بقى مع الكتاب، احنا بتوع الكتاب المقدس، احنا اللي بنفهم الكتاب الايه المقدس. شوفوا الكتاب يقول ايه لما ورد في متى، يقول فلما ولدت ابنها البكر. شفتوا بقى البكر، البكر يعني ايه؟ يعني الاخوات. يقول لك ده بكر اخواته، البكر. طالما اتقال البكر يبقى فيه ايه؟ إخوات. طب جبتوا الكلام ده منين؟ البكر اللي هو فتح الرحم، أول واحد يتولد، سواء جه بعديه إخوات أو ما جاش، هيتقال عليه هو الإيه؟ البكر. مرة أب كاهن لطيف كده بيقول لي انا بحمل بعض القاب السيد المسيح، يقول لي انا عارف ان نيتك ممكن يعني ايه ما تسكت ليش. قال لي يعني انا ممكن اقول انا الابن الوحيد. انا الابن الايه الوحيد. وقال حاجه تانية يعني، فما هو وحيد
وهو البكر الترجمة الإنجليزية لكلمة بكر إيه؟ يعني إيه البكر بالإنجليزي؟ إيه ده، محدش عارف؟ إيه ده؟ خدتوش لغة إنجليزية خالص؟ طب سنة كام؟ first born يعني المولود ايه؟ اولا. يعني لو واحدة ولدت her first born، طب ده لسه ما ولدتش تاني، ما خلفتش تاني، ده ال first ايه؟ born. سواء اتولد حد تاني او ما اتولدش بقى هو ال first born، يعني البكر. وربنا حتى من العهد القديم قبل ما الكهنوت يخصص هارون سبط لاوي وهارون وولاده في الكهنوت، كان مين اللي يقوم بكهن الأسرة؟ مين يبقى ربنا يقدس لربنا؟ فتح الرحم البكر. كل فتح رحم من الناس ومن البهائم إنه لي. طيب هل كانوا يقدمون لما يبقى له اخوات؟ ولا طالما هو فتح رحمي يبقى ربنا؟ طالما وحتى من البهائم كده، اي فتح رحم من البهائم يقدم ذبيحه لربنا او يبقى ربنا. وكان في حيوانات اللي هي غير طاهره كان تستبدل، فهيقولوا هنستنى لما يتولد اولاد تاني؟ لا، لكن كان يطلق عليه بكر، فالبكر هو فتح الرحم. قديس جيروم يقول كل ابن وحيد هو ابن بكر، لكن ليس كل ابن بكر هو ابن وحيد. كل ابن وحيد هو ايه؟ بكر. لكن مش ليس كل بكر وحيد، فالسيد المسيح كان وحيد وبكر. وده اللي حصل، لأن ربنا يسوع المسيح لما اتولد بالجسد كان هو فتح الرحم والبكر. الست العذراء لما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب، كما هو مكتوب في ناموس الرب إن كل فتح رحم يضع قدسا للرب، ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. وطبقت على السيد المسيح هذه الشريعة إن بعد 40 يوم لما تم التطهير، أيام تطهير الست العذراء، راحت وقدمت. وهنا القديس نفسه جيروم يسأل، طب يا ترى لما جت ضربة الأبقار في مصر لكل البكر ايه؟ الملاك المهلك يعني مات كل بكر. طب نفترض كان ابن بكر ولسه ما اتولدش تاني، كله راح ولا خدوا اللي ليهم اللي مالهمش اللي ليهم اخوات بس؟ كل الابقار سواء وحيد او اخرين. فطبعا عباره حتى لو استندوا عليها في الكتاب فالاجابه ايضا جايه منين؟ من الكتاب. طب شوفوا بقى،
الكتاب نفسه يقول على العذراء لما جه يكلم يوسف: امرأتك لا تخف أن تأخذ مريم إيه؟ امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. كلمة امرأتك دهيت تعني إنها متزوجة. نقول لهم لا، لأن كان زمان حتى في العهد القديم الخطيبة بتعتبر إيه؟ يتقال عليها امرأة. وبعدين الملاك لما بيقول له كده يعني مش بيقول له تاخدها كزوجة، لا، إن هو اتعهد بيها إنها تكون في بيته، ما تخافش إنك تخليها في بيتك. يعني الذي حبل بيها دي هو من الروح القدس. العهد القديم كان يلقب المخطوبة بامرأة. يقول ايه في الشريعة في سفر التثنية: اذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واتضع معها ارجموها. الفتاة من أجل أنها لم تصرخ، أنها قبلت، ما صرختش، لأن في المدينة ممكن تتسمع، فحد جاي عايز يعتدي عليها ممكن تصرخ، اللي حواليها يسمعها. فلما طالما لم تصرخ يبقى هي كأنها إيه؟ قبلت. قال الفتاة من أجل أنها لم تصرخ، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، رغم أنها عذراء مخطوبة. هقولها تاني الآية: إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل آخر يعني في المدينة واتضع معها ارجموها. الفتاة من أجل أنها لم تصرخ، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فكانت تلقب بالإيه؟ بامرأة. لكن مش مقصود بيها الزواج، لأن كان المخطوبة بيبقى في عقد صحيح، لسه ما ارتبطوش ببعض جسديا، لكن بيبقى فيه ايه؟ عقد. والعقد دوت هو اللي خلى السيدة العذراء ما تترجمش. انه بيبقى فيه، عارف يعني، رسميا كأنها مراته من ناحية الايه؟ الرسمية. ودي كانت ترتيب ربنا، ان يعني ايه؟ عشان الست العذراء اما تولد يبقى ما تترجمش، وإلا كانوا رجموها. فكلمة امرأة هنا ممكن تلقى فيها الفتاة المخطوبة أيضا، مش بس لازم تكون متزوجة. حتى بعد كده القديس لوقا يقولها بتفسير جميل قوي، بشرح حلو. يقول: فصعد يوسف أيضا من الجليل ليكتتب مع امرأته المخطوبة وهي حبلى. ليكتتب مع ايه؟ امرأته المخطوبة
وهي حبلى. يعني منين امرأتي ومنين ايه المخطوبة. فلقب امرأتي المخطوبة لا تعني ان هناك علاقة زوجية، لكن مخطوبة يعني ما قرب لهاش. فما بيقولوا لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك، معناها انه خطبتك يعني. بعد ما ولدت ربنا يسوع المسيح ما بقاش الملاك بقى يخاطب يقول له امرأتك او المخطوبة، بقت تنسب للسيد المسيح نفسه، يقول له خذ الصبي وامه. وفي العودة برضو خذ الصبي وامه. والفقامة وأخذ الصبي وأمه، وهكذا يعني. يقولوا طيب في حاجة تاني، أما بيقول قبل أن يجتمع وجدت حبلة، ويقول لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. شوف، قال قبل ما يجتمع وجدت حبلة ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. لا طب هنا الكتاب عايز يؤكد ان الذي ولد هذا بدون زرع بشر، مش معنى ان بعد كده حصل. دي تنصرف على ما قبل الكلمه لا ما بعدها، لأن هنا بيأكد أن الولد هنا بدون زرع بشر. لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. يقول لك ايه ده، بيقول لك حتى ولدت، يعني بعد حتى دي يعني نقول له طب حتى دي مستخدمة كتير. طب الواحد يقول فضل متمسك بإيمانه حتى آخر نفس، يعني بعد آخر نفس ضعف وترك إيمانه يعني ولا إيه؟ يقول لك إيه، لم تلد ميكال ابنة شاول لم يكن لها ولد حتى ماتت، أو إلى أن ماتت يعني. طب يعني بعد ما ماتت بقى ليها ولد، وحاجات كتير من هذا القبيل. يعني الرد عليها طبعا موجود في الكتاب. بعدين حتى يعني إذا كان هو يوسف طول الفترة وكان هو عنده 90 سنة، اتعامل كده باحتشام وتوقير، بهيجي بعد كده هيعرفها. بعدين ده الكتاب نفسه أقر. أما قال رأيت قال وسيظل الباب مغلق لا يدخل ولا يخرج أحد، لأن الرب دخل وخرج إيه منه. يقول لك طب بلاش ديت، ايه رايكم بالكتاب لما يقول له هوذا امك واخواتك ينتظرونك. وفي حته تانيه يقول له لسنا نحن عارفين بابيه وامه واخواته عندنا يعني. شفتوا؟ طب نقول لهم طب ما مين اخواته بقى اللي قال عليهم؟ مين اخواته دول؟
اللي هو بيقول عليه أليس هذا هو ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وأخواته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ أوليست أخواته جميعهن عندنا؟ يعني قصدكوا إيه؟ يبقى العذراء ولدت دول. إذا كان راحوا مصر وجم خدوا حوالي 4 سنين لم يذكر شيء من هذا القبيل على الإطلاق، واللي عاشوا كل القديس يوسف النجار كل اللي عاشوا كان عند السيد المسيح 16 سنة. ده لو اتجوزوا بالفعل وخلفوا هيجيبوا يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا وأخواته، كل ده هيجي. إلا لو اتجوزت حد تاني بقى بعد يوسف كمان، كلام لا يعقل. أمال الكتاب قال إخواته ليه؟ الله، مش انتوا بتقولوا بتعرفوا الكتاب وفلاحين كتاب وبتعتمدوا على الكتاب؟ طب تعالوا شوفوا الكتاب بيقول ايه. ابراهيم ولوط، لما لوط راح في السبي خدوه في يعني خدوه مزبي، يقول لما سمع ابرام ان اخاه قد سبي جر رجاله المتمرنين وراح أنقذهم. ومعروف نفسه في الكتاب إن لوط ده كان يبقى لإبراهيم إيه؟ لوط يقرب لإبراهيم إيه؟ ابن أخوه يعقوب ولبان. لما لقى رحيل وتعرف عليها سألها يعني عرف ان هي مين، يقول ايه لما عرف انها بنت خاله؟ اخبر يعقوب رحيل انه اخو ابيها، قال لها انا اخو ابوكي، مع ان لبان ده كان يبقى ايه خاله. ولبان نفسه يقول له ألأنك أخي تخدمني مجانا؟ وبعدين بقى يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا، الكتاب ذكر نفسه ان دول كانوا أبناء حلفة أو كلوبة، اللي هي قال عندهم كان عند الصليب مريم أمه ومريم أخت أمه زوجة كلوبة. والقديس متى يقول نسوة كثيرات كنا هناك ينظرن من بعيد، وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي. فطلع ليهم أم أخرى اللي هي قال عليها القديس يوحنا أخت إيه؟ أخت أمه. يعني دول كانوا يقربوا له إيه؟ ولاد خالة، فطبيعي بيتقال عليهم أخوات. وما زال في لغاية دلوقتي بعض عائلات، وخصوصا اللي هي يعني في القرى والصعيد، حتى في الجم في المدن محتفظين يعني بالعادات بتاعتهم، يعتبروا اخوات على طول. ممكن ينادوا للعم كأب، يقولوا له بابا فلان، يقولوا جه. كان زمان هنا في مصر بالذات ولاد العم ما يتجوزوش، في وقت ما ولاد العم ايه ما يتجوزوش، بيعتبروا اخوات. ليه؟ لان كانوا بيعيشوا في بيت واحد يتربوا.
كان الجد الكبير يجوز ولاده ويعيشوا معاه في البيت، ده ابنه الثاني والثالث وهكذا، وكله عايش ولادهم كلهم عايشين مع بعض، فيطلعوا هم اخوات ما كانوش يتجوزوا مع بعض. لاحقا يعني في عصور اخرى يسمح بقى بالجواز ليهم، الدنيا الظروف اتغيرت. هو كانوا ما يتجوزوش لاعتبارات اجتماعية وإنسانية، مفيش ما يمنع شرعا، لكن لاعتبارات اجتماعية وإنسانية عايشين مع بعض وفي بيت واحد فيتربوا كإخوات. وبعدين طب في حاجة مهمة أوي أوي، طب إذا كان لول الإخوات العدد الكبير دوت، طب مين بالأولى اللي كان ياخدها لرعايتها يسلمها ليوحنا ولا أولادها وبناتها اللي موجودين؟ وجم إمتى؟ لغاية ما كان عنده 12 سنة ويراحوا الهيكل ورجعوا، وما كانش في ذكر خالص خالص لأي حاجة. فهي افتعال لحاجات يتبرروا بها عدم تكريمهم واحترامهم للست العذراء. يكفي نبوة الكتاب يقول هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لا يدخل منه، خلاص ده رب المجد، من يستطيع أن يقترب؟ دي نقط بسيطة يعني إيه بالنسبة فيما يخص تكريم الست العذراء، نقط بنختلف فيها مع أخواتنا البروتستانت. وزي ما شفتوا حتى الأمور اللي يدعوا أنها مرجعهم كتابي، فكل الردود أيضا والإثباتات كتابية، وهي نفسها قالت هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطردني. وبعدين ده خلى الوصية نفسها أول وصية بوعد اكرم أباك وأمك، اللي هو المسيح نفسه له المجد كرمها، احنا ما نكرمهاش. ده الواحد لما يحب يكرم حد يوقر امه ويحترمها، فاحنا ام الملك او والدة الاله ما نكرمهاش، ده حتى على المستوى العام هل ده ادب؟ لكن عقائد، احنا طبعا بنحترم الكل، كل واحد حر في عقيدته وفكره، لكن بنشرح للمعرفة عشان نبقى فاهمين عقيدتنا وإيماننا كويس. أكتفي بهذا القدر لأن في أسئلة كثيرة. قبل ما أبدأ في الأسئلة كنت وعدتكم أن في محاضرة مهمة جدا جدا جدا، أهم محاضرة في الترم كله، قلت هنعلن عن معادها مسبقا. ودي معظم حتى الامتحان يجي منها، الامتحان الاخير. انا بغششكم الامتحان اهو يعني. هتكون الجمعه الجايه ان كان احيانا الرب وعشت، هتكون الجمعه الجايه. هي بتبقى محاضره كبيره شويه، فلازم نيجي بدري ما نتاخرش، وتكونوا نايمين كويس ومرتاحين كويس واكلين كويس عشان تقدروا تصمدوا، وإلا هنقسمها على مرتين وكده هيبقى يعني مش مستحب يعني عشان الوقت بيبقى محدود. فالحاضر يعلم الغايب،
يقول سلام ونعم يا سيدنا، ممكن نعرف عدد المحاضرات اللي نحضرها كلها؟ حد لسه يعني ايه مش فاهم شوية، بيقول هو مش اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين؟ طب المسيح كان فين قبل ما يبقى في بطن ماما العذراء؟ كان لسه الناسوت ما توجدش، هو موجود بلاهوتي منذ الأزل، لكن ظهر في الجسد في ملء الزمان، الكلمة صار جسدا، لكن بمجرد اتحد بالناسوت الناسوت لم يفارق لاهوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. لماذا قال السيد المسيح من يجدف على الروح القدس لا يغفر له، مع ان الثلاثة اقانيم متساوون؟ فلماذا الروح بوجه خاص؟ التجديف على الروح القدس يقصد به عدم الايمان بلاهوته، ان لا يستطيع احد ان يقول المسيح رب الا بالروح القدس، فاللي يقوم عمل الروح القدس في داخله في الايمان بالمسيح، بالتالي مش هتبقى له مغفرة، لان من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن، فبالتالي مش هتكون له مغفرة. لكن اللي بيتجاوب مع عمل الروح القدس بيقدم توبة ويؤمن، وبالتالي ممكن يبقى ليه مغفرة. ليه الأب الكاهن بيكون متزوج، وهل ممكن يكون أب كاهن بدون زواج؟ طبعا ممكن يكون أب كاهن بدون زواج. الرهبان مثلا ما بيقوش متجوزين، ولا قصدكوا أب كاهن في العالم يعني يخدم في العالم؟ ممكن في كهنة متبتلين بس بيبقوا قليلين. ليه الأب الكاهن بيكون متزوج؟ لأن الجواز مش ممنوع يعني، why not؟ ممكن يبقى متزوج وممكن يبقى غير ايه متزوج. هي كنيستنا حكيمه في الحاجات دهيت، خلت الدرجات الكهنوتيه الاولى مسموح بها للكل، لكن الدرجات الكهنوتيه الاعلى بيبقوا غير متزوجين من الرهبان، بحيث يبقوا متفرغين تماما للمسؤوليه الرعويه. فده موجود وده موجود. القديسة العذراء مريم تحمل الخطية الجدية، طبعا ربنا يسوع المسيح لم يحمل خطية، ازاي القديسة العذراء تحمل الخطية وربنا يسوع لم يحصل على الخطية الجدية من خلال السيدة العذراء؟ لأنه ولد بدون زرع بشر، ولد بدون زرع ايه بشر، والملائكة لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تذللك، فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله. فالروح القدس قدس مستودع العذراء، وهو اللي كون الناسوت المتحد باللاهوت. أرجوك يا سيدنا ارشدني نصيحة بخصوص الخطية المتكررة، لأن بسببها زي ما كنا عايش في حرب وكل مرة بقى، لأنها في كل مرة بتوقعني بشكل جديد ومختلف، قل لي أعمل إيه؟ في كذا حاجة الواحد يعملها. اللي يحب ربنا هيكره الخطيئة، لا شرك للزمور مع الظلم. فالواحد ببساطة يقرب من ربنا أكتر، يقف يتكلم معاه أكتر، يفتح الكتاب المقدس
ويقرأ فيه أكتر، يواظب على أصوامه وصلواته واعترافه، فبص تلاقي لوحدها الخطية تبعد ويقاوم إبليس فيهرب منه. الخطية ظلمة والقداسة نور. لما يكون مكان مظلم، مجرد نولع شمعة صغيرة يتبدد الظلام لوحده. فبدل ما تشغل نفسك عمال تفكر في الخطية ازاي ابعد واروح واجي واعمل، يعني تجاهلها، لكن فكر في حاجات ايه تدخل النور جواك. والواحد يكون امين في اعترافه، فلما تروح تعترف تاخد الارشاد، عشان الباب اللي يجيلك منه الريح سده والسريح، فتعرف اب اعترافك يعرف من اين اذكر من اين سقطت وتوب، ويديك الارشاد اللي يساعدك ازاي ما ترجعش تاني. نطبل ايادي يا سيدي، انا بحب اصلي بس مش بحب حد يشوفني. فمش بصلي دايما. انا بحب ما قلت البابا الشنودة طبعا كان يقصد الله، ويقول أحبك يا رب في خلوتي كده، مش بحب أصلي قدام حد. حجة جميلة. لكن هو ربنا وصانا قال صلوا كل حين ولا تملوا، صلوا بلا انقطاع قدام حد ومش قدام حد. صلوا بلا انقطاع دي تعني في كل الأحوال لازم الواحد ايه، وممكن الواحد يختلي بنفسه برضه، يعني الواحد لو في مكان صغير كده أو في وقت الكل يكون نايم ولا حاجة ممكن تقف تصلي، ولو استأذنت طب بعد إذنكم عايز أصلي، هيقولوا لك لأ هيتريقوا، هيتريقوا مرة، ولكن بعد كده مش هيتريقوا. وهيتريقوا إمتى؟ لما هتكون مثلا بتعمل شقاوة أو حاجات مش كويسة، فيحسوا الحكاية مش راكبة. لكن الواحد ممكن يصلي حتى صلاة داخلية، ودي أهمية المحفوظات. الواحد لما يحفظ الصلوات ممكن وهو قاعد وهو بيتمشى وهو بيعمل أي حاجة يقول لك أنا نائمة وقلبي مستيقظ. ممكن الواحد يبقى إيه يصلي زي الرهبان كده، ممكن يشتغل حاجات بأيديهم لكن بيصلي. ممكن الواحد يبقى بيتمشى وبيصلي أثناء الخبيز أو عمل الدير، يبقى في صمت. ممكن ناس بترص وتقطع وكل ممكن بيسمع البستان أو يصلي ممكن. فالواحد يعني ايه يبدأ باللي في ايده، وبعد كده يعني يكون امينا في القليل، ربنا يديك الخلوة بقى الكويسة اللي بتستمتع بيها اكتر. اوقات في الجامعة بنتعرض لأسئلة مثل انتوا ليه بتلبسوا اشارب في الكنيسة؟ يعني هو الاشارب غلط يعني ولا ايه؟ نوع من الوقار اللي يليق بالمكان. ليه ما عندكوش طلاق؟ وانتوا ازاي بتبقوا مسيحيين؟ اللي هو ايه الشرط؟ لا شوفوا يا ولاد، انا ما احبش في اماكن الدراسه مناقشات دينيه خالص، خلي علاقتنا باخواتنا في اي مكان في حدود الزماله، لكن الأمور الدينية دي المناقشات الدينية مش مستحبة. وبصفة خاصة بقى لو ولد مع بنت دي مرفوضة تماما،
مفيش واحدة تقول ويل لي إن كنت لا أبشر ولا أكون مستعدين، لا، قاعد إحنا بنقول لك أهو العكس تمام. فالمناقشات اللي في الجامعة تبقى عندهم، بعدين مفروض قبل ما أفكر أنا أقول إيه أشوف أنا مقتنع بإيه. هل الحياة يعني العقائد بتاعتنا والمبادئ أنا مقتنع بيها ولا لا، ولا عايز أعرف عشان أجاوب؟ طب أنا عايز أعرف لنفسي ليه. أنا بقول مثلا ممكن تقرأ في جوجل أو كده، يعني لا انت بهدوء كده وبلطف، يعني انا مش بحب افضل المناقشات الدينيه في الجامعه، محدش هيقدر يفرض عليا مناقشه انا مش عايزها. قول سوري او متاسفه، ما بحبش المناقشات الدينيه في مكان الدراسه بس. لكن انت لو عايزه تعرفي حاجه اسالينا ونقول لك، لكن بكلمك على المبدا. ما هي الايه اللي تدل ان فيرونيكا زوجة اعطت السيد المسيح منديله وطبع؟ لا، في حاجات ما بتبقاش في الكتاب المقدس في التقليد او التاريخ. عندي سؤال عن الصلاة، مش عايز أصلي خالص ومش عايز، مش بحب أصلي مع إني زمان كنت بحب أصلي وخايف، خايف العمر يخلص من غير ما أكون تايبة. الصلاة حب، اللي بيحب حد يحب يكلمه. فمش معقول واحد يقول أنا بحب ربنا ويقول مش عايز أصلي مش عايز أكلمه. الناس لما حد الواحد بيحبه يبقى يمسك التليفون ويفضل عمال يتكلم بالساعات وأي كلام. يبقى المشكلة في محبة الله، المفروض تدخل القلب. يقول لي طب ازاي احب ربنا؟ يقول نحن نحب لأنه هو احبنا اولا. يبقى ازاي نكتشف محبة ربنا؟ هتلاقي الإجابة هنا. سؤال غريب قوي، لماذا البروتستانت لا يتشفع بالعذراء ويكرموها؟ طب انا مالي يعني؟ احنا جاوبنا. هل ولاد اخت السيدة العذراء كانوا مؤمنين بالمسيح، بالسيد المسيح؟ ده في منهم كانوا تلاميذه. زي يعقوب، يعقوب الصغير ابن حلفة، ويهوذا اللي هو تداوس. فطبعا قالنا بيه. رأي حضرتك في الصداقة بين الولد والبنت صح ولا غلط؟ وهل لو صح لي حد معين ولو غلط غلط ليه؟ وهل ممكن تتحول أخوة نقية ترفع مني؟ وانت السن بقى اللي الحاجات دي يعني ايه؟ في زمالة، الصداقة دي بتبقى حاجة قريبة قوي، يعني الواحد يعني
حد يحكي له، ياخد ويدي معاه، يتكلموا، يخرجوا، يتصلوا، يتزوروا. فطبعا ما ينفعش نقول عليها صداقة، خصوصا في سن صغير. يمكن الكبار بتبقى صداقات عائلية، أسرة صديقة الأسرة، تلاقي الزوجين مع بعض والزوجتين وهكذا يعني. لكن ولد وبنت يبقوا أصدقاء، يعني يا لو واحدة مخطوبة مثلا تقبل إن خطيبها يكون صديق لوحدها؟ أنا هجيبها لكم بالعكس، تقول لها لا دي صديقتي. فما نسميش وتقول هل ممكن تتحول أخوة نقية ترفع مني؟ احنا منتظرين صداقة ترفع مني ولا يعني خلاص هي دي اللي هترفع؟ ممكن تكون زمالة نقية، يعني في حدود الزمالة وبس، في حدود الزمالة. لكن صداقة بالمعنى العميق للصداقة في الواقع ما بتبقاش صداقة. وإذا بدأت شكليا أو بالضحك على النفس ممكن بتبقى يعني في الواقع مش كده. لماذا يسمح الله للشيطان بتجربة أولاده؟ لأن بيحولها للخير. عشان الواحد لما الشيطان يحاربه، أولا ربنا ما بيسمحش بأن الواحد يتجرب من الشيطان فوق طاقته. عارفين مثلا لما يكونوا اتنين هيتصارعوا على حاجة، بيشترط ان يكونوا متكافئين، اوزان كده، يقول لك الوزن مش عارف ايه، ولا في الكفاءة، او فريق كرة قدم، كل مرحلة من العمر ليها يعني عشان تبقى المنافسة مظبوطة. فربنا ما بيسمحش لحد يتجرب فوق طاقته. لولا ان ربنا عارف ان اللي قدامه دوت ممكن ينتصر على الشيطان، ولما هينتصر هيكلل ويتكافئ، ما يسمحش بيه. فربنا بيسمح لان دي اختبار للحرية، كيف التغلب على عدم الرغبة في الاعتراف ان اكره الخطية. طول ما انا ما عنديش رغبة اعترف يبقى الخطية عجباني وعايز افضل فيها. لكن الواحد لما يكون ما بيحبش الخطية حتى لو عن ضعف وقع، بيبقى زي ان يكون حاجة مش كويسة كلها عايز يتقيها بسرعة، مش طايق يعني، ما يحتملش تقعد في بطنه، يرجع. عارفين لما واحد يقرف كده وعايز يرجع، بيبقى لازم ما يرتاحش غير لما يخرجها. لكن لو مستطعمها وعايزها فمش عايزها تخرج بقى. ما هي الحيوانات غير الطاهرة؟ كان متقسمة الحيوانات لحسب صفاتها، مش عشان هي بذاتها طاهرة أو غير طاهرة، لكن كان بتمثل وسيلة إيضاح لحياتها. في حيوانات نظيفة والواحد يتأملها يتعلم منها بعض السمات حلوة، وفي حيوانات قذرة فدي بتشير للي عايش في الخطية، وبالتالي يعني يشوفها كده فيتعلم ان يبعد عن الحاجات دهية. بنأكد تاني مرة أخرى ان احيانا الرب وعشنا المرة الجاية هيكون
أهم محاضرة أو هما محاضرتين في بعض إن أمكن، مهمين قوي، فلازم نكون مستعدين ونيجي بدري. وبيغلق الباب، ما بنسمحش لحد يدخل بعد ما بيغلق الباب ونبدأ. الاتجاه بيبقى في اتجاه واحد بس، ممكن يدخل وبعد كده يغلق، وبعد كده الاتجاه في اتجاه واحد، اللي يخرج مش هيدخل تاني. فأرجو الالتزام ونحضر، عشان زي ما قلنا دي من أهم المحاضرات. نكتفي بهذا القدر. تفضل ونصلي.